استاذ علاء اسماعيل، استاذ علم النفس كليه الاداب والعلوم الانسانيه دار المهراز بفاس. الحضور ديالنا هذا النهار تلبيه للدعوه تلقيناها من ثانويه يوسف بن تاشفين في اطار افتتاح ديال نادي ديال الانصات. فالحال حنا جينا كاساتذه لان عندنا واحد المشروع ديال اقامه مجموعه من الدورات التكوينيه بالنسبه للاساتذه الذين تكفلوا بمهمه الانصات النادي الذي يشتغلون في النادي. بطبيعه الحال الكلمه ديالي كانت كما سمعتوا لها كانت اساسا قائمه على تذكير بالتحولات الاجتماعيه اللي فرضت ان التلميذ الان ولا كنعيشوا معاه واحد الجيل جديد، يعني الجيل رقمي، جيل عنده انتظارات، عنده تصورات، عنده تمثلات، عنده افكار. ولكن مع الاسف هذا الجيل طور بشكل سريع ولكن ما تطورتش معاه امور اخرى اللي هي استاذ كيفاش ممكن يتواصل معاه داخل المؤسسه التربويه، ما تطورتش معاه كذلك المناهج التربويه اللي ممكن انه يشعر بالراحه هو كيقراها، ما تطورتش معاه كذلك الطريقه كيفاش نتعاملوا معاه اداريا. اذا الامور كلها وقع فيها تخلف، الشيء اللي كيعطينا توتر بناء ان التلميذ عنده افكار وتمثلات سلبيه حول التلميذ، حول الاداره، حول المؤسسه ديالو، والاستاذ كذلك عنده تمثلات وتصورات سلبيه حول التلميذ، كيعتبره ما كيقراش مزيان، كيعتبره الاخلاق ديالو فاسده الى غير ذلك. احنا وضعيه صراعيه الان، وضعيه صراعيه. اذا الحلول كتجي من 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 المفاتيح ديال الحلول هي الانصات، هو اننا نستمعوا لهذا التلميذ ونحاولوا نتفهموا كيفاش كيفكر، نحاولوا نتفهموا هذا القلق اللي كيعيشوا، نتفهموا المشاكل اللي كيديرها الى غير ذلك. لان بعض الاحيان المشاكل اللي كيديرها التلميذ هو فقط كيديرها غير من اجل باش يطالب بالحوار. ما دام الحوار ما كاينش كيبغي يطالب بالحوار بهاد التشنجات اللي كيدير، بهاد الصراعات اللي كيحدثها داخل القسم، كيحاول يقلب على موقع قدام، وانه لان الدراسه ديالو فاشل كيقلب على حلول اخرى باش يثبت ذاته امام الزملاء ديالو، باش يقول بانني انا موجود. اذا بطبيعه الحال هاد الخلايا ديال الانصات انا كنعتبرها كمتخصص اعتبرها حلول ترقيعيه صراحه. علاش؟ لان الاستاذ داخل المؤسسه هو استاذ كيقري التلامذه، بمعنى ان المفروض ان المرشد النفسي او اللي كيسهر على الانصات ويعالج المشاكل النفسيه ديال التلميذ خصو يكون محايد، وخصو يكون مهمته هي هذه، ما يكونش كيقري وميم طون، لان لا يمكن ان يكون الانسان قاضي ومتهم في نفس الوقت. هذه حلول ما دام ان الوزاره ما كتفكرش الان احداث مرشد نفسي مهمته هي هذه. كاين بادره ديال الاساتذه، بطبيعه الحال بادره الاساتذه مشكورين عليها، خصهم تكوين، وهذا التكوين بطبيعه الحال حنا اللي غنتكفلوا به، حنا اللي ممكن نتكفلوا به على مستوى اقامه دورات تكوينيه يستفيدوا منها الاساتذه. الدورات التكوينيه في الاساس كتقوم على التقنيه ديال الحوار، ديال الانصات، ديال المقابله، ديال جمع المعلومات، وكيفاش يدبروا المشكلات اللي كيلقاوها امام داخل المؤسسه، يعني كيفاش يواكبوا. بطبيعه الحال عندنا هذا الشق التكويني، ثم عندنا شق اخر هو المواكبه، بمعنى ان كتكون عندنا لقاءات شهريا او في غضون مثلا ثلاث اشهر باش كل المسؤولين على الخلايا ديال الانصات اننا نتجمعوا معهم باش يعرضوا لنا الحالات التي تم علاجها، ونتبعوا معهم طرق ديال الحلول التي قدمت، ونحاولوا اننا بعض الهفوات او بعض التدخلات اللي بانت لنا بانها فيها بعض المشاكل او انها ما كانتش مهنيه اننا يتم تصويبها في اتجاه ديال اعطائهم حلول اللي ممكن انهم، لان بعض الحيات كيوقعوا في مشاكل اللي كيصعب عليهم ويستعصي عليهم ايجاد حلول لها. لهذا في اطار المواكبه والمرافقه ديال الاساتذه اننا حنا كمختصين كنقدموا لهم الحلول باش يمتلكوا هذه المهاره ويصبحين قادرين على القيام بالمهمه، كنعتبرها مهمه بادره وفي حقها يشكرون عليها، لان بالفعل الاستاذ بالاضافه لساعات العمل ديالو كيضيف هذه المهمه اللي صعبه وكتطلب واحد المجهود كبير، لان خصو يتحاور مع الاستاذ
مع التلميذ ويتحاور مع الأستاذ ويتحاور مع يعني كاين محاور كثيرة اللي مفروض أن نحلو بها المشاكل في إطار داخل المؤسسة. لأن كاين محور ديال التلميذ في حد ذاته ممكن أنه يستدعي الآباء ممكن أنه يستدعي الأستاذ، إذن كاين عمل جبار ينتظر هذه الخلية. وشكرا لك.